أيضا من الأغاني الشعراء الحقيبة الوصف فيها الأسلام بالدر أو بالجواهر أغنية يا جميل يا أسمر، قال فيها الشاعر: يا جميل يا أسمر أنت فرعك بان، شوف صديرك أثمر فاكهة من الرمان، شيء عجيب في غوامك ليل علاه قمر. ده يعني ده معنى جميل جدا. عمر البنا أخذ المعنى ده في أغنية زهر الروضة: نور في فصل الربيع والنسام يقسم للأرواح يبيع، قال زي تبسيم سناكة النور يقيد طبيع، تبسيم الزهور البين النين نبيع، فرعها زي غوامك النادي يميل هبيع، حامي الليل، الليل هو الشعر وفوقه هل هلال الربيع. والمعنى ذاته طرق العبادي في أغنية من فروع الحنة قال: الجداول تجري فوق خدودك در، والرشيمات بقن بأشعة خدر، يعمي عيني قبلك ما نظرت بدر، فيه ليلا حالك يعلو غصن مح. يا سلام، يعني شوف العبادي أبدع كيف يا جماعة. كلمة يعمي عيني قبلك، كلمة يعني دي برضو يا جماعة موغلة في العامية، وبيستعملوها النسوان عندنا في السودان، بتقول إنه والله واحد كده يسأل السؤال تقول يعميني، والعبادي شوف هنا استعمله في محلها وأدت هذا البيت جمال. يعمي عيني قبلك ما نظرت بدر، فوق ليلا حالك يعلو غصن ماح. برضو هنا العبادي شبه الليل بالشعر والبدر بالوجه. الأغنية وقت نرجع: يا جميل يا أسمر أنت تفرعك بان، شوف صديرك أسمر، صديرك أثمر فاكهة من رمان، شيء عجيب في غوامك الليل علاه قمر، أما سيف ألحاظك للأساطيل دمر. طبعا يا جماعة للأساطيل دمر دي سغافة الحروب. يعني أغنية الحقيبة زي ما معظم المهتمين قالوا هي أغنية ما بين الحربين، ما بين الحربين، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. عشان كده دائما استعملوا معظم شعراء الحقيبة استعملوا المفردات بتاعت الحرب من الغنابل ومن المدافع وغيرها. يعني ما تمسك أي أغنية بتاع الحقيبة: جيش هواها احتل قلعة الأصفح، عمر البنا قال: على صدر الغنبل كم أسلم كافر، في أغنية هجد الأنام وأنا وحدي مساهر والنحول على جسمي يا حبايب ظاهر. برضو في القمري المظلل برضو وصف العبادي قال: عندك جوز غنابل في صديرك هداك، وغيرها استعمال المدافع والجلة في أغاني الحقيبة. ودي ثقافة المفردات بتاعت الحروب، وإن شاء الله وقت نلقى فرصة تانية نتكلم عن الموضوع ده بتفصيل أكثر. نرجع فيها: جميل يا أسمر، وقال: شيء عجيب في غوامك ليل علاه قمر، أما صيف ألحاظك للأساطيل دمر، يا حبيبي كمان فيه دلال وتأمر، وإنت بدري هواك للقلوب استعمر بصراح وأمان، من خلال بسماتك در من خمرة ينسر. هنا وصف الأسنان بالدر. أما من خضار عنابك سلسبيل على كوسر، فاكهة من ريحان مين عليك يتجسر، والأسود من لحظك يا غزال تتأثر وتخشى من جرحان. أنا أقيف في الأسود من لحظك يا غزال تتأثر وتخشى من جرحان. يا جماعة دايما الشعراء الحقيبة بدوا البنت أو الملهمة بتاعتهم بدوها القوة وبدوها الشجاعة، ودي دلالة على إنه بنت عندها عفاف وعندها طهارة. المعنى ده في أغنية الصبا النجدي، يعني عمر البنا قال شنو؟ قال: ما شفنا الغزال بعيونه بجرح الأسدي، ما شفنا الغزال بعيونه بجرح الأسدي دينا، والأسود من لحظك يا غزال تتأثر وتخشى من جرحان. ناس الحقيبة زي ما قلت إنه اتغنوا للأسنان كثير جدا، والأسنان زي ما قلت إنه وصفوها بالدر والجواهر. برضو وصفوا الفم، يعني علامة الجمال بتتغير بمرور الزمن، زي ما الشلوخ كانت علامة جمالية أسع بيق التشويه، برضو علامة الجمال بتتغير. أيضا وصفوا الفم، والفم ناس الحقيبة وصفوه كله، يعني عندهم كان في زمانهم كل ما كان صغير كل ما كان جميل. والضرادي عنده في أغنيته القالة في الستينات: أنا بالتمني وديمة هدي لي ساجع، وما لقيت لي مغيس وما لقيت لي مرأة، قال: أقيس الفم بودعة وألقى الودع واسع، وأقيس الليل بشعره وألقى الفرق شاسع. يعني هنا وصف الفم بالودعة. لكن أبو صلاح عنده وصف أجمل في أغنية في ريع البان: من نسمة يتمايل حاكل من قسمة. يا جماعة هذه الأغنية يقال إنها الأغنية الوحيدة اللي لحن سرور لأبو صلاح. أبو صلاح سرور أصلا ما غنى لأبو صلاح ولا لحن لأبو صلاح إلا هذه الأغنية. والأغنية دي سجلها أيضا
بشير الرباطابي سنة 27 بالطنبور، وكان الكورس بتاعه ابن عمه أحمد عبد الله، وبرضه سجلها بابكر ود السافل، وسجلوها أولاد المامون وبعدين محمد الطيب. بتقول في ريع البان من نسمة يتمايل حاكل من قسمة، ده التشبيه العكسي. نار قلبي بتوقد من وسمة تلمع في خديدة والفر بسمة، الفم زي خاتم نص قسمة يلماك داريابي والغي قسمة. يا جماعة الخاتم نص قسمة ده خاتم بتاع القسمة دي، القسمة والجرام والوقية دي المقاييس بتاعت الذهب، لكن القسمة دي حاجة صغيرة جدا، والخاتم نص قسمة ده خاتم صغير وبتلبس في الأصبع الصغير. عشان كده أبو صلاح قال الفم زي خاتم نص قسمة يلماك داريابي والغي قسمة. وصف هنا الخاتم بنص قسمة، وهناك والضرادي وصفه قال أقيس الفم بودعة وألقى الودع واسع، وأقيس الليل بشعره وألقى الفرق شاسع. بيحولوا الشعراء شعراء الحقيبة، بيستدعوا الأطباء وبحولوا الجروح بتاعتهم إلى جروح، الجروح النفسية والآلام وأحزانهم إلى أشياء مادية. إبراهيم العبادي قال الجرح نوسر بي وغور في الضمير فوق قلبي خلف الكي. الجرح النوسر هو الجرح الفسد وتغيح، كم مشي قسم أنا عقلي شن داير، والمحيا المثل قمر العشا الداير، والديس الغزير لغامته يضاير، يمشي الكي قبل وينفسف الداير، ويجيك بعجن ويقول لي شن داير رحماك يا عشوق طاش الفكر حاير. والضرادي قال فاحلك بريتا وكبديك البنزين قال حكي بريتا، أصله هالكني منه مبريتا ويا جرح غور إن شاء الله مبريتا. يعني دائما عملوا يعني آلام عملوها لجروح. ونحن يا جماعة الشعر السوداني والأغاني السودانية كلها حزن وآلام، يعني من بدايتها يعني العبادي من بدا أول أغنية حقيبة بداها بالبكاء وبالنواح وبالصياح، يعني من بدا ببكي وبنوح وبصيح للشوفة بتريح، يعني ما خلى حتى دموعي نازلة هميلة ولا الدمعة وتلف فوق شفاه ولؤلؤة المدامع، بداها من البداية بالبكة. ودي يعني جماعة احنا طبيعتنا كسودانيين يعني بنتفنن في الحزن، يعني حتى لو حصلت في مجتمع حصل واحد يتوفى له واحد قريبه، الناس الكبار دي تلقاه الإنسان ربض عمته في وسطه وقاعد يبكي ويصيح بأعلى صوته. لكن نفسي هذا الرجل لو كان مشى لحفلة أو غنى وفي أغنية عجبته ما ممكن يمشي يعبر عنها، تلقاه جالس حتى لو العريس كان ولده، ويعني بالكثير انه يحرك يده او رجله، لكن في البكاء وفي الحزن عندنا مقدر نعبر عن نفسنا كثير جدا. عشان كده العبادي وكده بدا في اول اغنيه حقيقيه قال ببكي وبنوح وبصيح للشوفة بتريح، بداها بالبكاء بالنواح. وانا يعني قعدت يعني لاحظت اغاني الحقيبه انه معظم اغاني الحقيبه مبلله بالدموع، يعني معظمها. عشان كده وبالالام والاحزان شعراء الحقيبه بيستدعوا الاطباء، ومنهم ابو صلاح عنده اغنيه بتقول اشتياقي وهجرك حرام طش قلبي وسكن الغرام، يعني ذات كلمه جميله، طش قلبي راح وسكن بدل الغرام. في اغنيه من قليب الجافي قال يا الغرامك حلى ورحل السكان في مدائن جوفي توطد الاركان. هنا قال اشتياقي وهجرك حرام طش قلبي وسكن الغرام. الاغنيه برضه سجلها بشير الرباطابي من اوائل الاغاني اللي سجلت سنه 27، وبعد ذاك سجلوها اولاد المورده. قال شنو؟ الطبيب الكشف الالم قال لي مرضك عندي دعلم، اما عمرك ضاع يا سلام انت عاشق ما فيش كلام. مش كده يعني الطبيب شخصه، اول شيء قال الطبيب كشف الالم، قال لي مرضك عندي دعلم شخصه، وبعد ده قال له شنو؟ ما ممكن تتعالج، اما عمرك ضاع يا سلام استسلم، انت عاشق ما فيش كلام، ده الدايجنوز بتاعه. قال له صار علاجك بين استلام، الفويطر كشف الظلام، واللي جينا الماسج الكلام، والنهيدا ما شاف غلام. ده خدت له الوصف بتاعه من ثلاثه ادويه. ونحن دائما الاطباء بيقول لك انه الرشيد ما تكون من اكثر من اربعه ادويه، دائما تكون ثلاثه او اربعه. ابو صلاح خدت له الدكتور بتاعه وخدت له العلاج بتاعه. شوف قال له شنو؟ قال له يا طبيبي علاجين عدم. يا جماعه شوف عشان يدي الطهاره والعفه للمحبوبه بتاعته، يا طبيبي علاجين عدم جد وجدي وصبري انهدم، كيف احصل ظفر القدم لو كان ده وصفك انا دائدام. يا سلام
يا جماعة شوف، الطبيب الكشف الألم قال لي مرضك عندي ده علم، عمرك باع يا سلام، والله عمرك باع يا سلام، انت عاشق ما فيش كلام، صار علاجك بين استلام الفويطرة كشفت ظلام هنا الأسنان، واللي جينا الماسج الكلام، واللي هيدا ما شاف غلام. ودي قصدي بقى انه دايما البت اللي ما متزوجه هناك صراحه من البادي عنده بتقول يا ابني هيدا ما رضع جنا، كنايه على انه هذه المراه لم تتزوج بعد.